أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح العربية. صباح الخير يا شربي. صباح الخير مروة، وصباح الخير لكل مشاهدي صباح العربية. نتمنى للجميع صباحا مليئا بالنشاط، بالسعادة وبالحيوية. ونبدأ دائما بعناوين حلقة اليوم. عملت مع تايلور سويفت وشون مانديز، سعودية وصلت بموهبتها بالمؤثرات البصرية إلى هوليوود. نتعرف عليها من لوس أنجلوس. بيروت لا تموت، مقطوعة للموسيقي اللبناني عمر حرفوش عزفها في حفل خاص في مجلس الشيوخ الفرنسي. يحدثنا اليوم عن مشاركته. الشغف بالصحراء قاده لتوثيق ما اكتشفه فيها عبر مؤلفات وصور ومقاطع على يوتيوب. نتعرف على الرحالة والمغامر السعودي محمد بنونة. أهلا سمسم، يعود بموسم ثاني وبحلة تحاكي واقع جائحة كورونا. ومن مواضيع حلقتنا أيضا، أعراض في الجهاز الهضمي تدل على إصابة الطفل بكورونا بحسب دراسة بريطانية حديثة، فما هي هذه العلامات؟ الإجابة في حلقتنا اليوم. التدخين والتوتر وقلة النوم تساهم في ظهوره الكرش، وكيفية التخلص منه بطريقة صحية، هذا موضوع فقرتنا الطبية لليوم. بعد أشهر من الإغلاق وخسائر بالملايين، مسرح البولشوي الشهير في موسكو يتحضر لفتح أبوابه بمسرحية دون كارلو. راسلونا على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية، وسؤالنا تفاعل حلقة اليوم: ما أكثر ما يثير غضبك؟ شاركونا على حسابات صباح العربية تويتر وإنستغرام وفيسبوك. نبدأ مع أول أخبار صباح العربية في حلقة اليوم، ومع سعودي يفكك ألغاز الصحراء ويؤلف كتبا عن أساليب التعايش معها، وأصبح مرجعا ودليلا لبرامج عدد من القنوات. محمد الزهراني معه كل تفاصيل الموضوع، نتابع. محمد بنون الشريف ضابط متقاعد، قاده الشغف بالصحراء لتوثيق ما اكتشفه عنها عبر مؤلفات وصور تختصر رحلاته فيها. الصور اللي عندي ما استطيع عدها، عندي من وقت التصوير الفوتوغرافي، وبعدين تطورنا للسلايد الشرائح 35 ملي، والان الديجيتال يعني سهل علينا المهمه لهواة التصوير، فعندي الالاف غير الالاف اللي انا بعت لعده جهات علميه ومؤسسات اعلاميه في المملكه. أشجار وعظام حيوانات متحجرة تعود لآلاف السنين ضمن ما جمعه محمد بنون الشريف من رحلاته في صحاري الجزيرة العربية. أخبرني رجل عن موقع في منطقة بقيك في الصحراء يوجد فيه الزهور، زهور الصحراء، ورحت هناك وحصلت الموقع وتحتاج للحفر. أذكر أني حفرت في المنطقة حتى طلع الدم من يديني،
لكني عندما وجدت عروق زهور الصحراء فرحت فيها فرح شديد وأخذت منها قطع. مقتنيات الشريف لا تخلو من غرابة، فهذه القواقع البحرية المتحجرة جمعها من سفوح جبال طويق وسط السعودية. المتحجرات البحرية هذه نجدها على سفوح جبل طويق عمرها بآلاف السنين، الله أعلم، هذا تاريخ لم يسجل، ولكن الجيولوجيين استطاعوا معرفة التواريخ هذه بملايين السنين عندما كانت الكرة الأرضية مغطاة بالماء طوفان نبي الله نوح عليه السلام. يعد بنونة واحدا من المراجع العربية النادرين في عالم الصحاري، فقناته على يوتيوب تضم حوالي 120 ألف مشترك وملايين المشاهدات. محمد الزهراني، العربية، الرياض. أهلا بكم من جديد إلى سؤالنا التفاعلي، ما أكثر ما يثير غضبك؟ راسلونا دائما على حسابات صباح العربية، صباح أندرسكول العربية وآت صباح العربية. وإلى التفاعلات يا مروة، يلا خلينا نشوف. مزاجك رايق. كل يوم أنا مزاجي رايق، ما تقلقش علي. زي كده مثلا حدا يسألني سؤال الصبح، ليه يا عايشة؟ شكرا يا عايشة. ليه يا عايشة؟ ليش؟ نتساير. طيب، الحياة جميلة. صباح الخير لكل العرب. أكثر ما يثير غضبي الكذب وظلم الناس. مهندس فائق، يسعد صباحه. أكثر شيء يثير غضبي برودة الأعصاب. خليك أبرد منه. للأسف الأشياء التافهة. أكثر شيء يغضبني النفاق والصوت العالي. كل شيء لا يرتبط بأي قيم أخلاقية وموضوعية ويبتعد عن الاحترام والتقدير. كل شيء يشوه أشيائنا، كل شيء لا معيار له، كل شيء يسيء لكل تفاصيلنا وغياب المبادئ والأدب والرصانة والكثير الكثير الذي يغضبني. هتتعب يا حنان والله لو ركزتي. العطل الكهربائي في المنزل. أهل الموصل. صباح الخير. أكثر الأشياء التي تثير غضبي هي الكذب. عدم التقيد بأنظمة المرور وخاصة قطع الإشارة، وأحيانا لما يعلق النت وأنا داخل تطبيق مهم. عندما تتكلم مع شخص ويقول إنه كلامه صح وإنت كل كلامك خطأ، قل له إنت صح وريح بالك ولا يضايقك ولا تزعل. أكثر ما يثير غضبي من لا يفهم ويدعي الفهم، هذا بمثابة الكارثة. شكرا يا حسين، تجاهل. طيب، الكذب ونقل الكلام غير الصحيح. يسعد صباحك، أو صباحك يا ليندا. الغباء والحماقة. ما نقشت جاهلا إلا وغلبني. الروتين والشخص البطيء وعدم إتقان العمل. صباح السعادة يا نجوان. أنا الشخص البطيء بيستفزني. طب هي بس هي شخصيات، يعني ده مش حاجة تغضبك، ما بتأذكش أنت شخصيا يعني بس في بعض الأشخاص يمكن بيدعوا هذه الشخصية. طيب خلينا نشوف تغريدة أخرى. الكذب. أنا بما أنه من معجبين الثقافة الكورية والكي بوب، أكثر شيء بيغضبني يحكوا عنهم وبيشبهوا بنات، وكمان الأمور الغير منظمة أكرهها بشدة. هذا نوع من التنمر. المسلسلات التلفزيونية. تحدث الشخص معي في الخصوصيات بأسئلة لا معنى لها حقيقة، تحرق الأعصاب. كن فضولي أكثر شيء. الكذب والخداع لأنه يهدم العلاقات. النكران لمن كنت لهم عونا وسندا، فلذلك اهتم بنفسك ثم نفسك ثم الآخرين. طيب، أول شيء يسعد لي صباحكم، شكرا لك. في ناس تقف عند الإشارة بالمسار الأيمن ويطنش ويضرب، يمكن زمور يقصد، وهو ولا داري عنك، وتفتح الإشارة ويتحرك ببطء. يا أخي ناس ثقيلة طينة. الإساءة إلى المرأة بكل الأشكال.
إلى موضوع جديد مع كورونا شاغل الدنيا والناس، وأهم شيء أعراض كورونا. صحيح، بقالنا فترة طويلة بنتكلم عن أعراض كورونا. توصل باحثون بريطانيون إلى أن عارضين جديدين قد يكونان من العلامات الرئيسية على إصابة الأطفال بفيروس كورونا، يتعلقان بالجهاز الهضمي. وتتضمن الأعراض تشنجات البطن والإسهال والغثيان بعد أن كانت تقتصر فقط على 3 أعراض، هي ارتفاع في درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور سيف الإسلام عبد اللطيف، اختصاصي أطفال، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك دكتور في صباح العربية. ممكن ما زلنا نتحدث عن أعراض كورونا لكن هذه المرة عن الأطفال. دعني أسألك، يعني هذه الأعراض التي شاهدناها أو تحدثنا عنها قبل قليل هي متشابهة مع النزلات المعوية، كيف يمكن التفريق ما بينها وما بين أعراض كورونا؟ صباح الخير على حضرتك. صباح النور. بصي، هو من البداية أصلا، من أول ما ظهرت كورونا وإحنا بنشوف بالنسبة للأطفال بالذات، هي يعني كانت مجموعة من الأعراض كان من ضمنها أعراض الجهاز الهضمي. فموضوع أن هي الحاجة لسه مكتشفة جديد، هي ممكن ده بعض الدراسات وبعض الملاحظات، ولكن من بداية ظهور كورونا في شهر 2 وشهر 3 بدأنا نشوف أن الأطفال أو العائلات اللي فيها كورونا أطفالهم كان الأعراض اللي بتبقى موجودة عندهم بتبقى أعراض الجهاز الهضمي. ممكن دلوقتي زادت الملاحظة. طبعا السؤال الأشهر دلوقتي، أنا كأم هقدر أميز إزاي أو أقدر أفرق إزاي ما بين الكورونا وما بين أعراض الجهاز الهضمي العادية؟ طبعا الكورونا دايما بيبقى في اختلاط أو مخلطة لحالة مشتبه أو مشتبه فيها أو حالة مؤكدة. ده من أكتر الحاجات اللي تؤكد أو تخلي الأم تقلق إن الأعراض اللي موجودة عند ابنها هي أعراض كورونا. ولكن أنا كأم عندي مثلا عارفة أن ابني كل حاجة مش كويسة امبارح، أو لاحظت أن هو عنده أعراض بسيطة زي ترجيع مرة أو حاجة، إسهال خفيف. لكن أعراض كورونا دايما بتكون معاها أعراض تنفسية شديدة، بيكون معاها أعراض غير طبيعية اللي هي الإنفلونزا لايك، اللي هي حاجات اللي هي البرد، رشح وكحة وكمان حرارة وتكسير في الجسم. طبعا مش شرط ان كل الاعراض تكون موجوده، ولكن بنسبه كبيره بيبقى في عندنا جزء كبير جدا من الاعراض موجوده، مش مجرد اسهال وترجيع بس. يعني طيب دكتور، اذا حصلت هذه الاعراض ماذا يجب على الاهل ان يفعلوا؟ اي يتوجهوا للقيام بفحص البي سي ار فورا اذا ظهرت هذه الاعراض الجديده؟ لا طبعا، هو طبعا ان هو نعمل البي سي ار او ان احنا نعمل التحاليل بتاعه كورونا لمجرد ان طفل عنده اسهال او ترجيع، الموضوع طبعا ده غير منطقي وغير طبيعي. لان معظم الاطفال يعني سبب من ضمن تمام التمييز، زي ما قلت لحضرتك ان احنا لو في عندنا في البيت او عندنا في يعني مخالطه لحاله مؤكده بكورونا او حاله مشتبه ان هي عندها كورونا، كده طالما الاعراض بسيطه نفس العلاج. يعني العلاج عباره عن حاجات تساعد مدعمه زي بعض المحاليل، العصاير، الاكل الخفيف. نفس العلاج اللي بيتعالج بيه النزله المعويه هي نفس العلاجات اللي بيتم تقديمها لو الطفل عنده اعراض جهاز هضمي ويكون عنده كورونا، هي نفس العلاج. دكتور، بس لو انا خلطت شخص، احنا بنعالج اعراض سيمتومز، عفوا للمقاطعه، لو انا خلطت شخص مصيب بكورونا وانا ما عرفت بالموضوع، يعني مش ضروري انا اعرف الموضوع انه انا اختلطت مع شخص، تمام، يعني كيف نربط الموضوع؟ ما انا بقول لحضرتك ايا كان، حتى لو كانت اعراض تنفسيه بسيطه كده بيتم علاجها في المنزل في الوقت الحالي. لو كانت اعراض جهاز هضمي برضو بسيطه بيتم علاجها في البيت وفي المنزل، مفيش اي مشكله. يعني الاطفال اللي عندنا من اول ما ظهرت كورونا الى الان الحمد لله بنسبه كبيره جدا احنا شايفين ان الاطفال كانوا اقل عرضه للاصابه، اقل عرضه في تدهور الحالات. نسبه الاطفال اللي اصيبت كانت نسبه بسيطه بالمقارنه طبعا بالناس اللي كان سنهم كبير، الناس اللي كانت عندهم اعراض سكر وعندهم سمنه وكان عندهم مشاكل صحية كبيرة، كان بيحصل تدهور كبير. لكن احنا عندنا في الأطفال الحمد لله كانت الأعراض كلها دايما أعراض بسيطة، والتدهور كان بيحصل لطفل عنده مشكلة كبيرة. وبالتالي لو عندنا أعراض جهاز هضمي طالما بسيطة مفيش أي داعي للقلق، كده الطفل بيتعزل في البيت مفيش مشكلة،
انا طيب. امتى اخد قرار العزل؟ اخد قرار العزل لو عندنا حد في البيت مصاب او يعني مختلط او احنا شاكين، فساعتها بناخد قرارات العزل طبعا طبقا لتواصلنا مع الدكتور المعالج للاسره كلها. طيب بما انك دكتور ذكرت انه عدد قليل من الاطفال قد اصيبوا بمرض كورونا خلال الفتره الماضيه في مصر، دعني اسالك عن الاطفال الاقل من 10 سنوات، هل فعلا كورونا اقل خطرا عليهم مقارنه بالاطفال ما فوق 10 سنوات؟ هل هذه المعلومه صحيحه؟ هو طبعا زي ما بقول لحضرتك كل دي الدراسات، والدراسات دلوقتي بتعمل احصائيات، وده بالفعل احنا شايفينه بشكل واقعي يعني تمثيله على الواقع. كل الدراسات بتؤكد ما نراه، بتؤكد ما نراه في الواقع الحقيقي. طيب بما انه يعني دخلنا يعني المدارس والاطفال توجه الى المدارس هنا في الامارات ومختلف الدول، يعني اسالك كيف يمكن حمايه اطفالنا؟ يعني الاطفال ما دون سن 5 بيرتدون الماسك او الكمامة، هل هذا يثير تساؤلات عن خطر هذا الموضوع عليهم فيما بعد؟ كيف يمكن التعامل والحماية؟ طيب بالنسبة لموضوع المدارس طبعا الموضوع ان الكمامة طبعا احنا لا نفضلها في السن الاصغر اللي هو اقل من 4 سنين او اقل من 3 سنوات، مش منطقية وغير واقعية لان الطفل اصلا بيشيلها، وطبعا في بعض الدراسات بتقول ان قبل 12 سنة المفروض ان الطفل لا يرتدي كمامة، وبالتالي كل الاجراءات اللي احنا نقدر نعملها هي اجراءات احترازية اللي هي التباعد المجتمعي، تقليل عدد الاطفال في المدارس، فانا كأم بحاول احافظ على طفلي بتعليمه ابسط الاشياء البسيطة، غسيل الايدي، المحافظة على عدم التواصل بشكل مباشر والتلامس بشكل مباشر مع الأطفال التانيين. شكرا للدكتور سيف الإسلام عبد اللطيف اختصاصي أطفال وحديثي الولادة، كان معنا من القاهرة. أجرى مسرح بولشوي الشهير في موسكو البروفات النهائية على مسرحية دون كارلو استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بعد الجائحة العالمية، ويعد المسرح العريق جمهوره بأن يكون هذا الموسم مميزا لكل من المشاهدين وكذلك الفنانين. نتابع. عادت الحياة من جديد إلى خشبة مسرح بولشوي الشهير في موسكو بعد توقف دام لأشهر بسبب جائحة كورونا وسط إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الجمهور. المسرح الشهير أجرى البروفات النهائية على مسرحية دون كارلو استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بعد الجائحة العالمية، ويعد هذا الموسم بأن يكون مميزا لكل من المشاهدين والفنانين أنفسهم الذين اشتاقوا لبعضهم البعض بسبب انفصالهم خلال فترة الحظر لمنع انتشار فيروس كورونا في روسيا. نفتتح الموسم بمتعة بالغة من ناحية وبتوتر خفيف في نفس الوقت لأن فيروس كورونا لم يختفي بعد، وعلينا أن نعمل في هذا الوضع الخاص، وفي نفس الوقت أمامنا عطلة عظيمة وسينطلق موسمنا. ويسمح بفتح المسارح في روسيا بسعة حضور 50%، وقد خسر مسرح بولشوي أكثر من 1 مليار روبل، أي حوالي 13 مليون دولار من المدخول خلال فترة الإغلاق. وأضاف مدير المسرح بأن فريقه يتفاوض على منح أجور أقل للفنانين الذين سيقدمون عروضهم على المسرح من أجل تقليل الأضرار. عرض مسرحية دون كارلو كان مقررا في نهاية يونيو، لكن للأسف كل خططنا فشلت مثل خطط الجميع على ما أعتقد. نحن سعداء للغاية الآن لأن لدينا مثل هذه الفرصة وأن المسرح عاد من جديد. إنه في الواقع واحد من أول المسارح التي عادت للعمل، وأتمنى لنا جميعا التوفيق والصحة الجيدة والنجاح، وآمل أن يستمر الموسم. وكان مسرح بولشوي يعرض بعض أشهر أعماله عبر الإنترنت خلال فترة الحجر بعد أن أرغم على غلق أبوابه في شهر مارس بسبب الإقفال الذي شهدته موسكو. أهلا بكم من جديد. بالإضافة إلى السمنة هناك عوامل وعادات يومية عدة تساهم في ظهور مشكلة الكرش، منها التدخين وقلة النوم، مشكلة تطرح الكثير من التحديات الصحية والاجتماعية لصاحبها. فما هي السبل للتخلص من المشكلة بشكل صحي وسليم؟ للمزيد تنضم إلينا من دبي الدكتورة شاذة محمد اختصاصية طب الأسرة. صباح الخير دكتورة.
صباح النور، عاملين ايه؟ صباح الفل. عاملين تمام. يعني بداية اصبحنا نتعامل مع الكرش مثل الامراض الصديقة، السكري. كيف نتخلص من مشكلة الكرش؟ سوري، كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ يس، تسمعينا دكتورة؟ تسمعينا دلوقتي، سمعتكم. تفضلي. نعم، تفضلي. كيف نتخلص من مشكلة الكرش التي يعاني منها أغلبية الأشخاص؟ دي مشكلة فعلا كبيرة زي ما حضرتك تفضلتوا. أهم حاجة إنه إحنا نعمل حاجة اسمها lifestyle modification، إنه إحنا نحسن من نمط الحياة بتاعتنا ونبتدي نغير فيها، لأنه معظمنا بنحب نبقى نعمل دايت ونرجع تاني، نعمل دايت ونبتدي رياضة ونرجع تاني. لا، لما نبتدي نقول إن إحنا هنتخلص من الوزن الزائد ونتخلص من الكرش، لازم نبقى عارفين إن إحنا بنغير نمط حياتنا كله، يعني نبعد عن الخمول، ما نبقاش دايما قاعدين في مكاننا دايما زي ما نكون نايمين، لا، نبقى عندنا active lifestyle، تكون حياتنا نشيطة. الأكل لازم يتحسن كتير من ناحية ان احنا نبعد عن السكريات وعن المشروبات الغازية وعن التدخين وعن الحاجات اللي ممكن تزود الوزن زي الكربوهيدرات، نحاول نتجنبها ونبعد عن الزيوت او الدهون. كل الحاجات دي بتساعد انه احنا الوزن يبتدي ينزل وننزل كمان الكرش، بس مفيش حاجة بتمشي لوحدها، ومفيش حاجة اسمها وقت ونرجع زي ما كنا. لازم نبقى فاهمين ان احنا هنعمل تحسين لأسلوب المعيشة بتاعتنا. دكتورة، تحدثتي عن نمط الحياة الخامل والكسل وعدم ممارسة الرياضة، ولكن هناك عوامل قد تساعد في ظهور الكرش، يعني خارج عن إرادتنا، سواء كانت جينات أو سن اليأس. كيفية التعامل في هذه الأمور؟ هي الأوكي الجينات، عشان احنا مثلا انه الكرش الناس اللي عندها قابلية ان الدهون تتركز في منطقة البطن اكتر الرجال، والسيدات بعد سن انقطاع الطمث. والجينات زي ما حضرتك تفضلتي انه احنا برضو لو ركزنا على الدايت الاكل وركزنا على الرياضة، يعني لازم على الأقل نعمل رياضة 30 دقيقة في اليوم، أي رياضة إحنا نحبها، ما بين مشي، ما بين جري، ما بين أي حاجة إحنا بنقدر نعملها تخلي نفس، يعني تخلي عضلاتنا وجسمنا نشيط لمدة 30 دقيقة يوميا أو 5 أيام على الأقل في الأسبوع، مع إن إحنا نكتر الخضار والفاكهة ونقلل النشويات ونقلل الدهون ونقلل المقليات واللي هي المقرمشات والعصائر اللي مليانة سكر. أيوه. السكريات عموما ده بيساعد جدا، حتى اللي عندهم جينات يعني جسمهم بيخلي الدهون في أكتر في منطقة الوسط أو البطن، أو حتى بعد انقطاع الطمث، أو لو هم حتى في السمنة العادية، أو لو رجال. طيب دكتورة، هناك العديد من الأشخاص يعني يمارسون الرياضة لكن يعني ما في حل لهذه المشكلة، لماذا تتراكم الدهون في هذه المنطقة بالتحديد؟ إحنا الخمول أو القعدة كتير تسبب، زي ما قلنا الرجال عندهم قابلية أكتر إن الدهون لما ييجوا يحصل يعني لما ييجوا يتخنوا أو يبقى في سمنة، إن الدهون تتراكم في منطقة البطن. دي حاجة ما نقدرش نعمل فيها حاجة، بس ممكن إن إحنا لو healthy lifestyle، لو أنت شخص نشيط، هنقدر نتجنب إن الدهون تتركز في المنطقة دي. ممكن برضو من الأسباب حاجات خارجة أكتر عن إرادتنا، لو سيدة حملت كتير وعملت عملية قيصرية، ساعتها العضلات هي اللي بتبقى ضعيفة، برضو محتاجة لها رياضة، بس محتاجة إنه الواحد ما ييأسش، لأنه عشان نخسر الدهون في المنطقة دي محتاجة حد مسابر، ومحتاجة حد هيكمل في الطريق ده من غير ما يقول لا ده أنا بقالي قد إيه ولسه ما نزلتش أو نزلت كيلو أو اتنين. لا، المفروض إن احنا يكون عندنا طولة بال شوية. طيب الدهون يعني لها أنواع دكتورة، دهون الحشوية لها العديد من المخاطر الصحية، لو تحدثنا سريعا عن هذه المخاطر وعدم السيطرة على الكرش. بالضبط كده، زي ما حضرتك تفضلتي ان هي ليها مخاطر كتيره قوي، ومن اهمها ان هي بتعمل حاجه اسمها مقاومه الانسولين، انه الانسولين يطلع من البنكرياس عادي عشان ياخد الجلوكوز، بس العضلات والكبد ما بيتجاوبش معاه، فده يؤدي الى السكر اللي هو النوع الثاني، بيؤدي برضو لتراكم الدهون في الاورده، فيعمل لنا تصلب شرايين، فده بيخلينا عرضه اكتر ان يجي لنا امراض في القلب مع السكر، ويجي لنا دهون وضغط
الضغط فيما بعد. فهي هي منظومة كلها مع بعض. يعني مع الأسف الدهون في منطقة البطن أو اللي هي الدهون الحشوية دي بتعرضنا لمتلازمة اسمها متلازمة التمثيل الغذائي اللي فيها السكر والضغط أيوة بالضبط كده، سكر وضغط ودهون، وبيخلي الريسك بتاع إن احنا يجينا مشاكل في القلب والجلطات أكبر بكتير. طب دكتورة، هناك العديد من الأشخاص يعني عندهم مشكلة النفخة، والنفخة تؤدي إلى ظهور الكرش، كيف نتفادى؟ ما هي الأطعمة التي يجب أن نتفاداها؟ الخضار والفاكهة والهول جرينز اللي هي الحبوب الكاملة. سحر، مش متخيلين ازاي الخضار، لانه فيه الياف، اي حاجه فيها الياف بنسبه عاليه بتخلينا نخلص من النفخه. الاكل اللي بيزود النفخه اللي هو الحاجات اللي فيها بقوليات والسكريات والاجبان او البان، كل الحاجات دي بتزود النفخه. لو كلنا حاجات فيها الياف زي الخضار والفاكهه بنسب كبيره، الحبوب الكامله بدل العيش اللي هو الابيض او الخبز الابيض، ده بيساعد كتير في موضوع النفخه. بس احنا يعني معظمنا لما نيجي نسال ما حدش بياكل سلطه قوي لسه، ما حدش بياكل فاكهه، بنفضل ناخد العصير، مع ان بالعكس الفاكهه نفسها الثمره فيها فايده كتير، ما بين الفركتوز بتاعها ما بين الالياف بتاعتها المعادل، بدل ما نحولها عصير ونضيف له سكر. طيب دكتورة، منتجات الألبان هل تزيد من مشكلة الكرش؟ وماذا أيضا عن نظام الغذائي قليل البروتينات؟ هل يفضل أن يكون هناك بروتينات يومية ترفع من نسب الحرق عند الشخص؟ الأجبان، منتجات الأجبان والألبان بتزود النفخة وبتزود الكرش، لأن فيها نسبة دهون عالية جدا. الجسم مش محتاج كل الدهون دي، الجسم محتاج نسبة دهون قليلة عشان يقدر يعمل التمثيل الغذائي اللي بيحصل في الجسم. بس الأجبان والألبان وكتير مننا بيحبها بكثرة، والمطبوخة والأشكال والأنواع اللي موجودة في السوق، احنا مش محتاجين كل الدهون دي. فعشان كده هي بتعمل ما بين نفخة وما بين دهون بتعمل كرش بتتراكم في حوالين الأحشاء وحوالين الأمعاء. البروتين بيحسن كتير قوي من عملية الأيض بالظبط كده، لأنه المفروض أنه كل يوم يبقى فيه نسبة بروتين في الأكل بتاعنا، عشان أولا البروتين مهم للعضلات ومهم للتمثيل الغذائي أو عملية الأيض. نعم. طيب دكتور، نتوجه إلى أسئلة المشاهدين، هي أسئلة عامة. ابني يبلغ من العمر 9 أعوام ويعاني من كحة مزمنة وصوت أزيز بالصدر، ما هو السبب والعلاج؟ تمام. المفروض الأول ده بناخد تاريخ مرضي، وبيجي مع إيه الكحة والأزيز، لأنه معنى أزيز إنه في ضيق في النفس، إن الولد لما الهواء بيدخل في الرئة بيعمل صفارة أو أزيز، معنى كده إن هو النفس البرونكاي عنده في صدره ضيق، فممكن تكون حساسية على الصدر اللي هي أزمة أو رب، أو ممكن التهاب، فمحتاج الأول الدكتور يشوفه، ومحتاجين نسمع صدره، ولو فعلا حساسية بياخد بخاخات اللي بتساعد على إنه الصدر الرئة تفتح، ولو التهاب بندي الأدوية accordingly. فإحنا لازم نعرف سبب الأزيز إيه، ولازم نعرف سبب الحساسية، عشان لو نقدر نتجنب الشيء اللي بيسبب الحساسية دي، زي مثلا لو بخور لو عطور، ممكن بدل ما كل شوية نديله بخاخ ممكن نتجنب السبب الرئيسي. نعم. طيب استفسار آخر دكتورة سريعا، متى وقت أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وكم الفترة المناسبة بين الجرعتين؟ دلوقتي الشهر ده، بداية الشهر ده لازم أغلبنا أو كلنا لازم ناخد التطعيم، وهو تطعيم سنوي لازم ناخده قبل دخول الشتاء من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بس أحسن كل ما بتضرنا كل ما أحسن. ما بين الجرعتين من 6 شهور، ما بين الجرعتين سنة، يعني كل سنة جرعة. بس الأطفال الصغيرين أقل من 6 شهور ما لهمش، اللي فوق 6 شهور بياخدوا جرعتين نص الكمية، ما بين فرق ما بين الجرعة والتانية شهر. طيب. المشاركة التالية، هل التبرع بالدم يقينا من جلطات الدماغ؟ هي مش الجلطة نفسها، هي من السكتة الدماغية، لأنه التبرع بالدم ده أولا حاجة مشرفة جدا، تخلي الواحد يفخر بنفسه أنه هو بيعملها. تاني حاجة هي بتحمي القلب، لأنها بتقلل لو في نسبة حديد عالية في الجسم، لما بتتبرع بالدم بتخلص منها، لأن الجسم بيبقاش محتاج نسبة الحديد دي، فده بيحمي القلب، فبيتجنب مش الجلطة السكتة الدماغية. نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة شذا محمد، اختصاصية طب أسرة، كنت معنا من دبي. شكرا. ميرسي لزوكم.
إلى موضوع جديد. عندما كانوا أطفالا كانوا يشاهدون أفلاما للرسوم المتحركة تتمحور حول سباق للسيارات الصغيرة، وعندما كبروا أصروا على مواصلة شغفهم بهذه الرياضة والتسابق بصورة دورية، وخاصة عندما اكتشفوا أنها سباق يعتمد على ذكاء المتبارين وليس مجرد لعبة أطفال. مراسل العربية تامر نصرت لم يتابع هذا الكرتون صغيرا، ولكنه تابع ما يفعله هؤلاء الكبار. هذان العمران بينهما 15 عاما، عمر أبو الخشب مهندس في الثلاثين وعمر الطبقي تلميذ في الثانوي، ولكن هذا لا يمنع من أنهما يتشاركان في شغف واحد هو سباقات السيارات التي تقام على مسارات بنيت خصيصا لهذا النوع. أنا كنت عايز أسابق عربيات من زمان وأنا صغير، بس حاليا في الظروف اللي احنا فيها سباق العربيات مكلف، فده بالنسبة لي أحسن بديل. هذا الشغف نما عند عمر أبو الخشب عندما كان صغيرا يشاهد هذه الحلقات من الرسوم المتحركة والتي كانت تذاع تحت اسم سابق ولاحق. كنت برجع دايما المدرسة الساعة 4:30 واستنى الكرتون يجي، ولما ما لحقوش كان بيبقى يوم وحش قوي وزعل. أما عمر الطبقي فقد تعرف على هؤلاء الشباب من خلال إحدى الفعاليات التي شاركوا فيها فأحب ما يفعلونه، وانفتحت شهيته لتعلم كيفية تركيب السيارة وتعديلها لجعلها أسرع وأقوى. أنا ما درستش الحاجات دي أصلاً، تمام؟ ما درستش الداينامكس والحاجات دي. أنا حبيت الهواية وأنا فاهم حاجات صغيرة عن طريق الإنترنت والجو والحاجات دي، فاهم حاجات صغيرة قوي ماشي، بس مش لدرجة إن أنا أعرف إن أنا أظبط العربية عليها وكده. الحكاية بدأت من متجر تخصص فقط في هذا النوع من سيارات السباق التي تعمل بدون جهاز تحكم عن بعد، يركبها المتباري بنفسه ثم يقوم بتعديلها عن طريق شراء مكونات إضافية. هي الرياضة موجودة من الثمانينات والناس بتلعبها، وكان في كاس عالم ساعتها وكان في كاس اليابان ساعتها بيتلعب، فالكرتون ده طلع في التسعينات كوميرشل، طلع كدعاية. القائمون على المتجر بدأوا في تكوين مجتمع لهذه الهواية وتنظيم سباقات أسبوعية يتغير فيها شكل مسار السباق كل مرة، ما يستلزم تعديل السيارات للتعامل مع التحديات المختلفة. هو ابن حضرتك اللي عنده 12 سنة ده لما يلعب حاجة زي كده ويقضي وقت في حاجة زي كده بدل البلاي ستيشن والموبايل والآيباد والحاجات اللي بتسحل المخ دي، لا هو هنا انت هتفتح حاجات كتير قوي في الدماغ، هو يبتدي يدرك عالم آخر من الحاجات والتفاصيل والتعديلات وهنا موتور وهنا رولر وعربية وراحت وجت والكلام ده كله. وانا يخرب بيتي. لا مش للدرجات يعني اكيد اكيد مش بسعر بلاي ستيشن 5 مثلا. السيارة وحدها تكلف ما يوازي 30 دولار، ولكن شراء موتور وصندوق تروس وأثقال وغيرها قد يرفع التكلفة ل$100، ولكن هذا أبدا لا يضمن الفوز، فمن الممكن بقدر من الذكاء والواقعية في التفكير تركيب سيارة بتكلفة متوسطة وتتفوق على أخرى تتكلف كثيرا. تامر نصرت، العربية، القاهرة. إلى موضوع جديد، أكيد أنت مروة بانتظار الموسم الجديد من أهلا سمسم. والله كبرت على الكلام. استعيد بطيط. كنت أتابع افتح يا سمسم، بس يعني خلص وصلنا لسن مشان نتابع كرتوني. خلينا نشوف الموسم الجديد. يعود أهلا سمسم، برنامج الأطفال العربي المستوحى من افتح يا سمسم وبرامج ساسيمي ستريت حول العالم إلى الشاشة في موسمه الثاني للأطفال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وضمن إطار جديد يتضمن دردشات الفيديو، سيعكس الموسم الثاني طريقة التواصل التي تستخدمها العديد من العائلات في وقت الجائحة، كما يطبق نماذج لأنشطة مرحة من شأنها بناء المهارات الاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها الأطفال للوصول إلى قدراتهم الكاملة. كمان شايفين الحلقة هاي؟ كتير كبيرة. معك حق معزوز، هذا كتير كبير. للمزيد ينضم إلينا من عمان خالد حداد المنتج التنفيذي لأهلا سمسم. أهلا بك سيد خالد معنا. صباح الخير. في صباح العربية. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يعني تعود مغامرات أهلا سمسم للموسم الثاني، ويمكن كان في ظروف كورونا أيضا سنتحدث عن التحديات، ولكن دعني أسألك ما هو الجديد في هذا الموسم؟ يعني بتعود نفس الشخصيات السابقة اللي موجودة اللي هي بسمة وجاد ومعزوزة، بالإضافة لشخصيات سمسم العالمية المعروفة الموجر جورو كعكي.
بالموسم هذا اتبعنا أسلوب التباعد الاجتماعي، كنا مركزين كثير على الجائحة اللي موجودة بالوطن أو بالعالم كشكل عام. من خلاله كان في تصوير الفقرات كلياتها كانت بتتم بتباعد اجتماعي كامل، حتى الأطفال اللي شاركوا معنا كانوا كلهم هم يصنعوا الفيديو الخاص فيهم، أو بنفس الوقت الحلقات بتبلش بدردشات بين الشخصيات الرئيسية اللي موجودة معنا، وكل شخصية بمكانه. فعد حافظنا على التباعد الاجتماعي، استطعنا انه نظهر للأطفال الواقع الحالي بالنسبة لهم، شو يعني تباعد اجتماعي، شو يعني جائحة. بنفس الوقت في موجود معنا الفقرات اللي هي فقرات اللعب، زي ما انت بتعرفي بكل حلقة من حلقات أهلا سمسم موجود معنا فقرة تعليمية ترفيهية، والهدف الرئيسي كان منها تعريف الأطفال بمشاعرهم. بكل فقرة في عنا موجود بنطرح شعور معين من خلال الشخصيات الرئيسية، بنفس الوقت في استراتيجية بنطرح استراتيجية للخروج أو للتعامل مع هذا الشعور، إن كان سلبي ولا كان إيجابي. طب يعني كيف يلبي اليوم هذا المسلسل احتياجات الأطفال خصوصا في زمن كورونا، وكيف يعني يعطي أفكار جديدة للأهل من نشاطات؟ يعني زي ما انت بتعرف انه الواقع بالنسبة للأطفال غير معروف، الوضع الحالي بالنسبة للأطفال غير معروف، بالتالي احتياجات الطفل موجودة. يعني الأبحاث أثبتت انه كثير من الأطفال ما بيستطيعوا يعبروا عن مشاعرهم، ومش مش مستطيعين يدركوا اليقين اللي هم فيه، ايش الواقع اللي احنا فيه. بالتالي هذا بيساعدهم كثير انهم يدركوا الواقع تبعهم واليقين تبعهم من خلال التباعد الاجتماعي اللي طرحناه، ومن خلال التنويه بطريقة غير مباشرة عن الجائحة في بعض الفقرات. نعم. يمكن يصعب على الطفل استيعاب هذه الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله، كيف يمكن توصيل هذه الفكرة من خلال البرنامج؟ هل تحدثتم إليه؟ حاولتم توصيل الفكرة إليه يعني بقدر عقله وبقدر استيعابه؟ طبعا زي ما حكيت لك، كل فقرة أو كل حلقة بتبلش بالموسم الثاني عبارة عن دردشات بين الشخصيات، وكل شخصية موجودة بمكانها، وبيطرحوا موضوع التباعد، ليش كل واحد موجود بهذا المكان. بنفس الوقت بيطرحوا الواقع اللي الطفل مش قادر يلمسه بالمرة من خلال هاي الفقرات. حاولنا بهذا الموسم، أو زي سيسمي بشكل عام زي ما أنت بتعرفي، هدفه الرئيسي هو أنه يشبك الأهالي مع أطفالهم ومقدمي الرعاية مع أطفالهم. بالتالي كان في كثير من النشاطات حاولنا نطرحها، نعرف الأهالي كيف ممكن يتعاملوا مع أطفالهم بهاي الجائحة، وبنفس الوقت التعامل مع الآخرين بهاي الجائحة، والأطفال كيف يتعاملوا مع بعضهم البعض بظل الظروف اللي موجودة بالعالم. طيب يمكن الأطفال يعني بيتأثروا كتير بالشخصيات، خبرنا شوي عن شخصية بسمة وجاد، شو عم يقدموا بهذا الموسم؟ وكعكي أيضا شرب. وكعكي بس يمكن بسمة وجاد عندهم محط يعني الأنظار عليهم. فضل. بسمة دمية بنفسجية عمرها 6 سنين، تعبر عن مشاعرها بكل حلقة من خلال الحدث الدرامي اللي بيصير جوا الحلقة، وعندها قدرة بالتعبير عن المشاعر من خلال التعبير الموسيقي، فهي هي موهوبة كتير بالفطرة بتغني، وعندها قدرة سحرية إنها تخرج نغمات موسيقية خلال التعبير عن المشاعر. جاد هو طفل عمره 6 سنين، دمية صفرة، بحب الرسم برضه، بنفس الوقت عنده قدرة سحرية للتعبير عن مشاعره من خلال ريشته السحرية اللي بيستخدمها أحيانا كتير بالمواقف، أي شعور بيجي له ممكن يوصف هذا الشعور من خلال الرسم. بنفس الوقت جاد هو قادم جديد إلى الحي، استقبلته بسمة، أصبحوا أصدقاء،
جاد إنسان منظم كتير، بأي خطوة بده يعملها بحياته لازم يخطط لها ولازم يرسم لها تمام عشان تتحول الخطوات الثانية بإنجاز أي عمل بده يعمله. طب خليني أفهم منك، أين يمكن مشاهدة هذا البرنامج للناس اللي مش متابعينه وحابين يخلوا أطفالهم يتابعوه ويستفيدوا من المهارات الاجتماعية والعاطفية، وأيضا يقول لنا إذا بدأ ولا لسه في هذا الموسم؟ الموسم الثاني بينبث على قناة MBC الثالثة، قناة الأطفال. ابتدأ بثه من 30/8، بينبث من الأحد للخميس الساعة 12:30 بتوقيت السعودية. هذا بالإضافة أنه موجود على اليوتيوب في قناة خاصة لأهلا سمسم، ممكن مشاهدة كل الحلقات وكل المواسم، بالإضافة لفقرات تعليمية ترفيهية أخرى. لأي فئة عمرية؟ موجود على كثير من القنوات العربية. هو بيشتغل مع الأطفال من 3 إلى 8 سنوات. ممتاز. نعم شكرا. قد يصل إلى الأطفال بعمر 9 سنوات. شكرا لك على هذه المعلومات. كان معنا خالد حداد المنتج التنفيذي لأهلا سمسم. أنتقل إلى موضوعنا التالي في حلقة اليوم. في تلفزيون السينما والفيديوهات المصورة نجحت جمانة شاهين المتخصصة في المؤثرات البصرية أن تطبع بصمة من النجاح، بدأ من مسلسلات مثل مودرن فاميلي، فريش أوف ذا بوت، وفيديوهات مصورة لتيلر سويفت، M&M، وأيضا شون مانديز، وصولا إلى أفلام منها ثيب الذي رشح للأوسكار وعليه يرافقها التميز، كذلك جذورها السعودية التي تجدها في ملامحها وإصرارها على التقدم. تقرير الزميل رفي بوغصيان من هوليوود نتابع. آخر أعمال المنتجة السعودية جمانة شاهين المتخصصة في المؤثرات البصرية كان فيديو كليب كارديغان لتيلر سويفت الذي تعتبره أجمل أعمالها، وقبله كليب Look What You Made Me Do مع سويفت، والذي بات أكثر عمل مصور مشاهدة عبر يوتيوب. وكمان إن هي كانت المخرجة، فكان عندنا الكرياتيف فريدم مرة انبسطنا فيه، وأتوقع إن كمان لما طلع يعني الجمهور مرة انبسطوا فيه، لأن قدرت هي تحقق لهم الأشياء اللي هم كانوا دائما يطلبوا منها أنها تحط فيه. وجدت المنتجة السعودية نفسها وهي تصارع في صناعة يسيطر عليها الرجال، لكنها صممت التغلب على أي عقبة في طريقها، وقد باتت اليوم تستطيع توسيع شبكة أعمالها إلى السعودية بعد الانفتاح البارز على الترفيه. أنا سعيدة جداً بالتغييرات اللي صارت في السعودية، وكمان أحس اللي صار أن ناس كتير هنا في هوليوود صاروا يعرفوا عن المناطق في السعودية، يعرفوا إيش جدة، إيش مكة، إيش الرياض، عارفين التغييرات اللي موجودة، وكمان كتير منهم إبوا يروحوا هناك ويزوروها. في داخلي دائماً أني أقدر أكون فيلم أو مسلسل يعبر عن بلدي ويعبر عن عاداتنا وعن تقاليدنا، ومن أحلى الأوقات دحين أنه نحن نقدر نسوي ذا الشيء. ساعدت إمكانية الوصول المتزايدة إلى الإنترنت جمانة، وأعطتها الفرصة لبناء المهارات في أي مكان، حيث تفاخر بأصولها السعودية العربية أمام نجوم هوليوود وتطمح لتقديم قصص عن أرض العروبة. أحس انطباعهم كان إنه أنت سعودية، كيف أنت سعودية؟ فبالعكس أحس إنه في قابلية مرة كبيرة منهم. تؤمن جمانة شاهين بأن في السعودية رواة موهوبون مع إمكانات هائلة، لذا تبهجها التغييرات الإيجابية التي أقرتها المملكة بشأن صناعة الأفلام ومستقبلها، بدءا من فتح دور السينما وصولا إلى السماح بالتأشيرات السياحية لاكتشاف أماكن للتصوير في السعودية. رافي بوغصيان، العربية، لوس أنجلوس. للمزيد تنضم إلينا من لوس أنجلوس منتجة مؤثرات بصرية جمانة شاهين. صباح الخير جمانة. أهلا وسهلا. بداية يعني اليوم وجه عربي من أصول سعودية، يعني يمكن القول وصلت إلى العالمية، يعني تعاملت مع تايلر سويفت، M&M، هل بهذه السهولة كيف وصلت إلى ما أنت عليه اليوم هذه الرحلة؟ أول شيء أكيد بدعوات ماما وبابا، ويعني أهم شيء كمان اللي هي النية الخالصة وجهد في الشغل، يعني ساعات كثيرة والتزام والمثابرة جدا جدا مهمة في هذا العمل.
نعم. يعني يمكن في أشخاص كثيرين يعني بياخدوا مشوار طويل ويبذلوا كل الجهد ولكن لا يصلوا إلى هذه الخطوات التي خطيتها في الفترة الماضية. خليني أسألك عن تفاصيل أكثر، كيف يعني اخترت هذا المجال المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة، ما هو السبب وراء هذا الاختيار؟ من صغري وأنا دائما يعني أحب المسلسلات والأفلام الكرتون والأفلام، بس الأشياء اللي كانت تجذبني أكثر شيء هي كانت المؤثرات البصرية. كنت دائما يعني حابة أتعلم إنه كيف تتسوى وإيش البروسيس اللي وراها، فجلست أدور على جامعة وجلست أقرأ وبعدين لقيت جامعة وقدمت عليها والحمد لله قدرنا نكمل. طب يعني يمكن آخر تعامل لك كان مع تايلر سويفت في فيديو كليب كارديجن، وتايلر سويفت يمكن تعتبر هذا العمل من أجمل أعمالها، أخبرينا عن هذا التعامل وكيف هو شعورك؟ والله مرة فخورة بالشغل اللي عملناه على الفيديو حق كارديجن، وبالعكس يعني انبسطت أن أول مرة أشتغل معها وهي كانت المخرجة حقت الفيلم، أو مو الفيلم الفيديو الفيديو كليب. Yes. نعم. كيف كان التعامل معها؟ كان الشغل معها جميل، مرة كان حلو، ويعني أنه قدرت اشتغلت معها قبل كده كان مسهل علي أن أبدأ معها في هذا الفيديو، يعني عرفت الفريق حقها، عرفت مين هم، كيف أتعامل معهم، إيش الأشياء اللي هم يتوقعوها، فالحمد لله. طب جمانة، في عالم المؤثرات البصرية إلى أي مدى التكنولوجيا اليوم يعني بتساعد الشخص؟ مرة كثير. كل يوم في تكنولوجي جديد ينزل وبنتعلم عليه ونحاول نحسن البايبلاين اللي هي كيف الفريق ككل يتعامل مع بعض. بالعكس يعني كمثال الريندر تايم هذه كل يوم بنحسن فيها أحسن وأحسن، يعني دحين وصلنا 4K resolution. نعم. فالواحد يعني معتمد على التكنولوجي انه يقدر يعمل الريندرينج اوفر نايت ونقدر نوصل اليوم الثاني للعميل. طيب خلينا يعني نسلط الضوء معك على فيلم الثيب وكيفية المشاركة في هذا الفيلم الذي رشح للأوسكار، كيف تم اختيارك؟ وقتها كنت في الجامعة والمخرج المنتج روبرت لويد طلب من الأستاذة حقتي إن في عندنا أي أحد نقدر نرشحه يشتغل على هذا العمل. فأول ما سمعت عن فيلم ثيب قلت أكيد يعني لازم أنا أشتغل عليه، هذا فيلم عربي ما في أي أحد المفروض يشتغل عليه غيري أنا. فوصلتني بالمنتج وقدرنا نبدأ العمل مع بعض، ورشح للأوسكار. طيب خليني أسألك، الأقرب إلى قلبك العمل على فيلم، العمل على كليب، لا ما هو الأقرب إلى قلبك؟ سؤال صعب مرة. ما هو الأصعب؟ خليني أسألك بلاش الأقرب إلى قلبك. كل واحد له صعوباته. السينما صعب لأنه على مدى أطول، فيعني عندك ممكن تشتغلي على السينما تقريبا 6 شهور لسنة، ممكن حتى أكثر من سنة، فترة أطول. والفيديو كليب يجيكي 3 أسابيع ويلا بسرعة بسرعة بسرعة، نعم. كل واحد له صعوبات. طب في فيديو كليب Look What You Made For Me مع تايلر سويفت، هل يعني عند عم تصوري فيديو كليب هناك يعني مدة قصيرة، هل بيكون في تشالنج، بتكون تحت ضغط معين؟ الضغوط مرة كثيرة، هو أهم شيء يعني الواحد بيشتغل تحت ضغط لأن الوقت مرة قليل وعندك كذا فريق أنت بتتعاملي معه، فالكوميونيكيشن مع كذا فريق في الوقت المحدد اللي عندنا تصير فيه صعوبات مرة كثير، بالذات فروق الوقت بين بلدة وبلدة ما يسهل الموضوع. طب ما هي نصيحتك اليوم للشباب السعوديين والشباب العرب يعني اللي بدهم يوصلوا للعالمية وعندهم هذا الطموح والشغف؟ أول شيء نيتكم خلوها صافية، أعرفوا إيش بالضبط اللي أنتوا تبغوا توصلوا له وأعملوا إنه هذا الهدف اللي أنتوا بتشتغلوا عليه، يعني في نهاية اليوم إذا هو هذا الهدف وأنتوا بتشتغلوا بتتابعوا عليه وعندكم يقين بالله إنه راح يوصلكم فأكيد راح توصلوا.
طيب في خطة، في أشياء أنت محضراها مثلا للتطور، بما أنه المشهد اختلف في السعودية الآن برؤية 2030، خليني أسألك عن يعني خطتك المستقبلية لتطور المجال السينمائي هناك. إن شاء الله، بالذات في يعني الأعمال الـ visual effects والأنيميشن، بالذات أن يعني الـ visual effects تساعد مرة على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى الفيديوهات زي ما أنتوا شايفين دحين. في متطلبات كثيرة، بالذات أنه نحن دحين بنصور في السعودية، فأشياء كثير ممكن نحن نساعد فيها من ناحية الـ location، من ناحية الـ والأهم الرسوم المتحركة بالنسبة للأطفال، بما أنه إحنا بنشوف المظلومين بعض الشيء، يعني يمكن أغلب الأعمال تكون مستوردة، فهل ممكن نشوف أعمال لي كيف فترة قادمة بالنسبة للطفل؟ إن شاء الله قريب، إن شاء الله قريب. شكرا جمانة على هذه المعلومات. كانت معنا جمانة شاهين من لوس أنجلوس، منتجة مؤثرات بصرية. في فقرة صور دوت كوم لليوم، لقطات في مختلف مناطق اسكتلندا، نتابع. نبدأ في جولة جديدة من أخبار بلا سياسة، وأول أخبارنا لليوم هي حققت أغنية اختراع التي جمعت كل من تامر حسني ومحمود العسيلي أكثر من 15 مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها في 28 من أغسطس الماضي على يوتيوب، نتابع. ولا واحدة تملالي معروف أنا من زمان، ولا واحدة تملالي عيني، جت هي حصل جنان، شكلي هيتعلم علي، لا دي تعظيم سلام، حلوة جدا مش عادية، ده الحب ملوش كبير، ولا ايه فاكر نفسي خبرة، وبوقع ناس كتير، وبعدي من خرم قبل، ايه جامد خطير، خدت درس مية مية. ومن الفن إلى الرياضة، حيث تعرض نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو لموقف طريف خلال مباراة منتخب بلاده أمام النظير الكرواتي، ففيما كان يتابع المباراة من المدرجات بسبب إصابة قدمه ظهر دون الكمامة الطبية، فتوجهت إليه موظفة من داخل الملعب للحديث معه فورا أمام جميع العدسات التي التقطت الموقف، وطلبت منه أن يضع الكمامة. رونالدو استجاب للموظفة وارتدى الكمامة على الفور. بعد توقيعهما عقدا مع نتفليكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يجريان محادثات مع الشركة لإجراء فيلم وثائقي عن حياة الأميرة ديانا، ويعتقد أن إنتاج الفيلم قد تبلغ قيمته 112 مليون جنيه استرليني، وسيكون حول تاريخ الأميرة ديانا العائلي وتراثها تكريما لها وإظهارا لكل أعمالها الخيرية. ذلك إلى الأرجنتين، أقيم أول حفل موسيقي من نوعه في أمريكا الجنوبية منذ تفشي فيروس كورونا في مسرح سيارات على ضفاف نهر لابلاتا، وذلك في ضواحي العاصمة بوينس آيرس مع بروتوكولات صحية صارمة. وشهد الحفل الذي استمر لساعة ونصف الساعة وبسعة 60 سيارة، شهد استبدال أبواق السيارات بالتصفيق، وحلت إضاءة الهواتف المحمولة محل إضاءة المصابيح الأمامية.
نذهب معا إلى شرق الصين، حيث أنقذ رجال الإطفاء طفلا حصر نفسه عن طريق الخطأ في سور نافذة بالطابق الخامس. الطفل يبلغ من العمر 6 أعوام، علق رأسه بين القضبان المعدنية للنافذة طبعا، لتعمل فرقة مكونة من 12 من رجال الإطفاء على إنقاذه. أو هذه العملية الإنقاذ استمرت ل10 دقائق، قطع رجال الإطفاء فيها القضبان المعدنية بأدوات كهربائية وسحبوا الصبي إلى بر الأمان. الحمد لله على السلامة. وفاصل ونعود لاستكمال ما تبقى من صباح العربي، ابقوا معنا. بعد شهر من انفجار مرفأ بيروت، أقيم في باريس حفل موسيقي بمجلس الشيوخ تكريما للعاصمة اللبنانية. وبمناسبة هذا الحفل، كشف الفنان عمر حرفوش المولود في لبنان والمقيم في فرنسا عن مقطوعته الموسيقية الجديدة والتي حملت عنوان بيروت لا تموت. للمزيد ينضم إلينا من باريس الموسيقار اللبناني عمر حرفوش. صباح الخير عمر. يعني بداية، يمكن هذا العمل لاقى رواجا في مجلس الشيوخ الفرنسي، يعني هل برأيك الأعمال الفنية النابعة من رحم المعاناة يكون لها صدى أوسع لأنها تمس المشاعر الإنسانية؟ طبعا الموسيقى يلي نابعة من المعاناة بتوصل للقلب وبتخلي الناس تحس فيها. بس اللي الفاجعة يلي صارت ببيروت فهي فاجعة كونية، لأنه كل الكرة الأرضية حست فيها، مش بس منطقة معينة يلي هي بيروت، لأنه كل إنسان على الأرض حس حاله أنه هو كمان معني بالموضوع، وحس أنه هو كمان انصاب وهو كمان اتعرض. كرمال هيك الموسيقى اللي ألفتها واللي منحس فيها بالانفجار ومنحس فيها بالمعاناة، حيلا إنسان وخصوصا الفرنسيين يلي هن كتير قرب من اللبنانيين حسوا فيها يمكن أكتر من غيرهم، ولقت محبة بشكل سريع. طيب خليني أسألك عن ردود الأفعال عن وجودك في مجلس الشيوخ الفرنسي وتقديم هذه المقطوعة، كيف كانت ردود الأفعال؟ كيف استقبلوا هذه المقطوعة؟ كان أنا ما كنت متوقع أبدا أنه ردة الفعل تكون لهالدرجة قوية. يعني أنا عم أعزف حسيت السكوت بالصالة، طبعا الصالة كان فيها شخصيات مهمة كتير وكان فيها لبنانيين، ووقت اللي خلصت في لبنانية اجت لعندي تشهق بالبكاء وقالت لي انه هي كانت ببيروت وقت الانفجار وحست نفس الاحساس هو ذاته، حتى قالت لي انه هي ما بكيت من وقت الانفجار وبكيت وقت سمعت الانفجار اللي عملته على البيانو. يمكن المأساة التي وعانقتها مع العلم. يعني هذا الانفجار يمكن ترجمته من خلال تأليفك على البيانو، اول ما بدأت تعزف كان هناك انفجار ومن ثم حالة مأساوية ووصف للحالة من خلال الموسيقى. هذا تكنيك يعني متعمد لهذه التأليف؟ طبعا انا كنت وقت عم الف الموسيقى كنت عم فكر باي طريقه ممكن ترجم الانفجار على البيانو. الطريقه اللي وصلت لها مش كانت سهله، وكل اللي عم يسمعوها وعم بيحسوا بالفعل بالانفجار وبالفوضى بعد الانفجار وبالعبثيه، وخصوصا اللي بيبقوا قاعدين جنب البيانو يعني بالصاله بيحسوا بذبذبات البيانو لانه بيعمل ارتجاج قوي وقت اللي بعمل الانفجار والانفجار الثاني، لانه صار في انفجارين، وحتى بنتظر الثواني يلي هي ذات الثواني يلي عملت الغيمة البيضاء يلي دمرت كل بيروت، هي هيدا السكوت يلي بيجي بعد الانفجار على البيانو تماما نفس التوقيت يلي مرق
على كل بيروت ودمرها. طيب حابين نسمع مقطع يمكن عم بتشوفه. اكيد. طب حجرب اعمل المقطع اللي هو الانفجار. نعم تفضل. يا ريت. طيب سيد عمر، يعني لو تكلمنا عن هذه الآلة، آلة البيانو، يمكن هي مختلفة في فهم المشاعر وتعبير عنها بشكل خاص. آلة العود في العالم العربي يمكن هي مميزة، ولكن الفرق ما بينها وما بين آلة البيانو في التعبير عن المشاعر، هل تعطي نفس المعايير ونفس المشاعر؟ البيانو هو الآلة الوحيدة يلي بحل محل كل الآلات الموسيقية ومحل الأوركسترا. البيانو هو الوحيد اللي بنقدر نعزف عليه كل اللي بنسمعه بالأوركسترا وكل الآلات. بس البيانو جاي من القانون، من القانون العربي يلي اخترعوه العرب، والأوتار مبينين هلأ أنا عزفت عليهم، هو ذاته نفس السيستم، وأجوا الطليان وعملوا البيانو فورتي بشكل أنه صار شكله هيك، بدل ما نعزف على الأوتار بنعزف على 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 الصابية. هلأ أنا طبعا جربت أن استخدم الآلة بطريقة كاملة. عادة بنعزف بس على على الكلافيه، يعني بس هون أنا حتى أقدر وصل الانفجار اللي أنا كتير تأثرت فيه، وأكثر الناس ما بعرف إذا أنتوا كمان حسيتوا بالأصوات اللي طبعا جربت أعملها، لأنه ما في ميكروويت هون. ولكن الأكثر الناس اللي سمعوه بحسوا أنه بالفعل في تعبير عن الانفجار، في تعبير عن الدمار، وفي تعبير عن العباسية. هيدي هالبحث عن هالإفي، يعني عن الساوند إفكتس، ما كان بسهولة، لأنه قليل كتير الناس اللي بيفكروا يعملوا كمان اشياء هون على على البيانو، حتى من النادر جدا حدا يعمل الشيء اللي انا عملته. يعني فينا نقول هيدا الشيء مثل اكتشاف انا وصلت له. بسرعه، كم استغرق وقت تحضير هذه المقطوعه؟ قد ايه استغرق من الوقت؟ تقريبا جمعة ونص، لأنه كان عندي الطلب لأعزف بمجلس الشيوخ وبلشت فيها أول شيء. يعني هي الألحان صارت تجي لحالة، ومثلا أعطيكم مثل هيدا المقطع،
هيدا سلالم وأدراج جميزة، منطقة الجميزة اللي ضررت كتير، اللي بيعرف بيروت بيعرف جميزة، هودي الناس اللي عم يرقدوا يطلعوا وينزلوا بهالفزع والهلع والدمار. طيب. هيدي السلالم. سيد عمر انتهى وقت البرنامج للأسف، شكرا يعني جزيلا لك على وجودك معنا، ستظل يعني الموسيقى هي لغة العالم بأكمله، شكرا جزيلا لك على وجودك. شكرا، أتينا إلى نهاية حلقة اليوم. في الغد مقابلة خاصة مع الفنان المصري محمد رمضان الذي أطلق من دبي أغنيته الجديدة مع الفنان العالمي متر جيمس يا حبيبي. اختيار المتر جيمس، متر جيمس هو النهاردة المغني الأكثر جماهيرية في فرنسا وفي أوروبا. هقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير، ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليك بغير، مش بثبت لك إني جامد ولا عايز أبقى تقيل، أنا 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 بناديكي يا حبيبي، بناديكي تعالي لي بناديكي، أنا هنا بناديكي تعالي لي بناديكي يا حبيبي، بناديكي أنا هنا بناديكي يا حبيبي، بناديكي يا حبيبي.